السلام عليكم خواتاتي، مس الخير عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم البنات انا راح ندير معكم طبق تقليدي جزائري معروف عندنا. هذا الطبق المدربل، ما كاش اللي ما يحبش المدربل. انا وحدة نموت على هذا الطبق الجزائري. مالا البنات، انا راح نديرو معكم ونشارككم معكم. انا راح نديرو بالدجاج، هو يندربل باللحم الغنمي ولا البقري، وانا راح نديرو بالدجاج. فوالا البنات، هام ليك المقادير. عندي لهنا الدجاج وعندي الباذنجان. فوالا الباذنجان هنا بعد ما غسلته مليح مليح، واني درته هنا في الكسكاس يقطر، درت له الملح وخليته يقطر في الكسكاس باش يطلق الماء ديالو كامل. ضروري البنات لازم. فوالا، وهنا البنات عندي الدجاج. فوالا بعد ما نقيته وغسلته بالماء والملح، فوالا انا نحيلو الجلده تاعو من الفوق، ما نخليش انا بالجلده البنات. فوالا عندي قلت لكم الدجاج، وعندي هنا المقادير. عندي فوالا هنا نجيبو الطنجره البنات، مانيش راح نديرو في لا كوكوت، راني راح نديرو في الطنجره باسكو الدجاج يطيب تمتم ماشي كيما اللحم. فوالا البنات، هنايا ندير الزيت. ندير الزيت، ما نديرش ما نكترش الزيت بزاف، خاطر وعلاش؟ باسكو دوك كي نقلي الباذنجان يزيد يطلق الباذنجان تاعنا، يزيد يطلق الزيت ديالو. الوغ هنا ندير غير الزيت برك، ندير من غير فابرك، ما نكترش في المرقه تاعنا. فوالا البنات شوفوا. ومن بعد واش ندير البنات؟ عندي الدرسه هنايا، مانيش راح ندرس، راني راح ندير في لاشوار تاعي. قبل ما ندرس البنات، ندير الدجاج ديالي، نديرو في الطنجره، نخليه يتقلى شويه مليح في الزيت. فوالا ندير الدجاج تاعي في الطنجره، نخليو الزيت تاعنا تسخن مليح، ومن بعد نرمي الدجاج ديالي. فوالا هنا الصوره ما كانتش واضحه مليح، راني سقمت لا كاميرا. فوالا قلت لكم البنات، هنايا نخلي الدجاج تاعي يتقلى شويه في الزيت مليح. قلت لكم البنات، ومن بعد واش ندير انا هنايا؟ نجيب لاشوار تاعي. قلت لكم انا عوايدي ما فندرس، الدرسه تاعي ندرسها في المهرس. هاد المره ما راني حندير في هذه مليحه، اسما تمتم ترحل الحاجه. الوغ هنا شوفوا البنات، راني حندير راس تاع التون كومبلي. وعندي هنايا فلفل قناوه، درت هنا زوج ريسان باش المرقه تاعنا تجي حاره وتجي بنينه. اللي يحب ما يديرش الحر ما يديرش. هنا البنات عندي الملح. ومن بعد واش ندير البنات؟ ندير لهنايا مغرفه ولا زوج مغارف تاع فلفل عكري. فوالا، وندير الكرويه. ندربل على بالكم واش لاستوس تاعها، الايبيس تاع واسمو تاع الكرويه، لازم نديرو الكرويه. وندير فلفل الكحل، وندير شويه تاع القرفه. هذا ما كان، هذا واش يجي في المرقه الحمراء تاعنا تاع المدربل. نديرو غير الثوم، فلفل عكري، فلفل الكحل، قرفه، كرويه، سيتو. ودرت شويه ماء البنات في لاشوار باش يترحالي كلش، ورحيت. وهنايا دوك نرمي الدرسه تاعي مع الدجاج. شغل الطريقه كيما تاع الشطيطه تاع الدجاج، كيف كيف. وشنو الشطيطه تاع الدجاج؟ نديرو الكمون، وفي هذه في المدربل، المرقه تاع المدربل، نديرو كرويه باك، سيتو. مدربل كرويه تجي فيه البنات، هذه هي. على بالكم كاين مواكل هنا في الجزائر العاصمه، مرقه حمراء، عندهم اطباق تقليديه فيهم دي زيبي سبيسيال. كاين مرقه حمراء اللي تجي فيهم الكرويه، وكاين مرقه حمراء اللي تجي فيهم الكمون. يعني حنايا الاطباق تاعنا معروفين واش يجي فيهم البنات، فهمتوا؟ فوالا نقلي كلش بيان المرقه تاعي. ضروري البنات يتقلى الدجاج تاعنا مليح مليح. وهنا من جهه البنات قلت لكم عندي هذا باذنجان، بعد ما غسلته وقطرته، هنايا شوفوا الماء تاعو واش طلق هنا. ومن بعد نجيب ان بابي نشفو كامل ونقليه. هنا شوفوا الدرسه تاعي كيفاش دخلت في الدجاج. وهنا راني درت حليت شويه طوماطيش تاع البويض، حليتها في شويه ماء سخون، واني زدتها للدرسه. ولازم الدجاج تاعي يشرب بيان هذيك الدرسه باش الماكله تاعنا تجي بنينه البنات. و
فوالا هذه هي الطريقه الاولى اللي لازم نديروها. ضروري لازم الدجاج يتقلى مليح مليح كيما شطيطحه تاع الدجاج. فوالا نخلي كلشي يتقلى بيان ونروح نقلي الباذنجان تاعي. هنا بعد ما تقلى كلش مليح مليح، شوفوا ها، شوفوا الدجاج كيفاش شرب بيان هذيك الدرسه تاعو. هنا واش ندير؟ نمرق بالماء سخون، نمرق بالماء سخون ما نمرقش بزاف، ونرمي الحميصه ديالي هنايا اون ميم طون، ونخلي كلش يطيب في غردو. نقصوا الفرن تاعنا ونخلو كلش يطيب في غردو. البنات حاجه سهله مهله. فوالا هنا شوفوا المرقه تاعي بعد ما تجمرت مليح مليح، فوالا هاي لك المريقه تاعي بعد ما تجمرت. الله الله بالطبع غير بالعقل. نرمي الباذنجان ديالي هنايا، هذه الطريقه الثانيه. نرمي الباذنجان تاعي، نخلي الباذنجان تاعي يشرب شويه في هذيك المريقه هذيك. فوالا شوفوا كيفاش ضروري هكذا الندربل تاعنا يجي في نديروه. من بعد نرميوه في الاخر، نرميوه في المريقه تاعنا، نزيدو نخليوه يشرب، يشرب هذيك المرقه ويشرب هذيك الدرسه هذيك. هذا الطبق بنين بزاف بزاف يا البنات، سيوه في بيوتكم وكل واحد كيفاش يحب يديرو. انا هذه هي الطريقه تاعي اللي معتمد عليها، وقلت لكم هذا طبق جزائري عاصمي هكذا يجي. نزيد نخلي الباذنجان تاعي يشرب المرقه، وهنا في الاخير كامل كيطيب البلا تاعنا كيطيب، ندير قطيره تاع الخل من الفوق. هذه لازم ضروري البنات، هذه اللمسه الاخيره تاع المدربل ديالنا، لازم نديروا له قطيره تاع الخل. فوالا البنات هاوليك الطبق تاعنا بعد ما طاب. راني سقيت في التبيسي ديالي، راني درت سقيت. فوالا هاوليك البنات الطبق تاعنا تاع المدربل، طبق جزائري تقليدي معروف عندنا هنا في الجزائر العاصمه. فوالا يجي بنين بزاف بزاف البنات، سيوه في بيوتكم. فوالا شاهدكم في الجنه ان شاء الله. وقلت لكم تقدروا ديروه باللحم استغفر الله، وتقدروا ديروه باللحم البقري ولا الغنمي. وشنو انا درتو بالدجاج يجي بنين كذلك، مام بالدجاج يجي بنين. فوالا البنات واش نقول لكم، شاهدكم في الجنه وبقاو على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.